كل دوت اخليني في راجل مشرف على الكوره ارجع لمجلس الاداره ولجنه الكوره اطلب من عدم انضمام لعيبه الزمالك لمنتخب مصر بنسبه كبيره جدا، وده حصل في انديه كبيره جدا، وفي لعيبه اعتذرت عن منتخب مصر واخد راي المدير الفني. لو كان هذا الاسلوب مع لعيبه الزمالك في منتخب مصر بنسبه كبيره حقي، فلعيبه محترفه عندي وبصرف عليها وعندي بطولات، يعني في ليبيا خدت قاعد نادي كويس بس ما كانش معايا نجومي، معايا شيكابالا وعبد الله بس عندي في المنتخب. لو كانوا معايا نجوم المنتخب كنت انا استثمرت في فرقتي وخدت قاعد اعلى وعندي في توقفات اعلى، لكن انا النهارده تدخل لي لعيبتي وتهملها دي مش هسمح بيها. وعندي حقي، عندي حصل حاضر مره انا كان عارف في منتخب مصر انا مترددل اما ادم اعتذر عن منتخب مصر سنه وقعد يلعب في النادي الاهلي وما بيش منتخب مصر، دي حصلت كده وكانت موجوده واعتذر رسمي. دي كل انت ممكن تكون فيها جامد احسن جوه افريقيا، بس شفت انا ما شفتش مصطفى شوبير اللي عمل على جوه احسن جوه افريقيا ازاي، بس حضرتك ما شفتش افريقيا شافت، حضرتك ما شفتش. لما النادي الاهلي قرر ان هو يبعت لعيبته للمنتخب المصري بناء على الاجنده الدوليه قامت الدنيا وما قعدتش، طلع احمد جمالات على خالد فطوط على ابو لام على الجرجير على مسلمة الغير صادق على باقي الشله وطلعوا بيتكلموا على الوطنيه، وفين الوطنيه يا نادي اهلي؟ ده يا نادي اهلي المنتخب هو اللي اهم من النادي الاهلي ومن نادي الزمالك ومن نادي المقاولين وي وي وي، وقعدوا يطنطنوا 3 سنين لقدام. تخيل الاخ احمد سليمان طالع بيقول احنا مش هنلعب او مش هنبعت اللعيبه بتاعتنا علشان اللعيبه بتقعد احتياطي واللعيبه ما بتلعبش وده بيأثر عليهم نفسيا. هو انت يا راجل ازاي كنت اصلا في المنتخب المصري وكان يعني كنت حارس مرمى وكنت مدرب للحراس؟ طيب هو هل كان ممكن ان في حد من اي نادي يطلع يملي رغباته على الكابتن حسن شحاته ويقول له تلعب ده ولا ما تلعبش ده؟ ده حتى مهيب عبد الهادي قال لك ده كان القوام الرئيسي بتاع النادي الاهلي او بتاع منتخب مصر بين النادي الاهلي في الحقبه الزمنيه اللي انت كنت فيها مدرب للحراس. وبتتكلم وبتقول شوبير عمل ايه شوبير في افريقيا؟ هو انت ما تعرفش ان شوبير او مصطفى شوبير يعني لولا مكان النادي الاهلي اخذ افريقيا، وان هو عمل 5 مباريات كلين شيك بدون اي اهداف تسكن مرماه، وبالرغم ان هو الحارس الاحتياطي وكان غير يعني متاهل ان هو يقف في بطوله كبيره زي كده، ولكن انقذ النادي الاهلي من عده فرص كانت ممكن تخلي النادي الاهلي يخرج بره البطوله، ولولا يعني التوفيق بتاع ربنا ولولا ان الشناوي كان متواجد يعني فتره طويله وكان في شوبير ما بياخدش حظ كان ممكن الناس تقول لا شوبير ده يمشي، وكان معرض ان هو يمشي او يطلع اعاره. لكن انت عندك عنا ومش شايف الشناوي انه له فضل كبير بعد ربنا لاحراز النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا؟ هذا شأن غريب وعجيب من هذا الأخ اللي اسمه أحمد سليمان. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. أنا هاني الشرقاوي ودي قناتي قناة الأهلوية على اليوتيوب. الأخ أحمد سليمان طبعا طلع أول امبارح مع مهيب عبد الهادي واتكلم بكل كده إيه يعني صدر مليان، وسبحان الله يا أخي تحس إن أنت عايش في كوكب آخر، تحس إن أنت طبعا محدش يتكلم على أحمد سليمان خالص، لا خالد فطوطه اتكلم ولا مسيلمه ولا احمد جمالات ولا رضا الهجاص ولا عفت فشار ولا محمد على الله حكايته ولا ابو لمع الجرجير ولا الجبالي ولا الشرقاوي ولا الصلعاوي ولا الشكوك عبد الشكور ولا الفولي ولا الناس دي كلها خالص، كله بلع لسانه. تخيل لو مسؤول في النادي الاهلي طلع وقال الجمله اللي قالها احمد سوسو، كان ايه اللي ممكن يحصل؟ كانت اتقلبت الدنيا وما عادتش. ده النادي الاهلي قال انا مش هودي اللعيبه بتاعتي غير في الاجنده الدوليه اللي هو حقي وحقك، علشان انا عندي مباريات ما ينفعش تاخدها، انا رايح مباراه رسميه وانت تاخدهم في بطوله وديه فما ينفعش. لكن احمد سوسو قلب الايه، المباراه الوديه اللي هو خدها واتغلب فيها زعلان من المنتخب اللي بيخوض مباراه رسميه، عجبت لك يا زمن. ده النادي الاهلي كان متفق مع كابتن حسام حسن في مباراه وديه ما يشاركش لاعبي نادي الاهلي عشان عندنا دوري ابطال افريقيا، راح عمل العكس واشاركهم، فالنادي الاهلي قرر ان انت بتلحس كلامك على الرغم ان انت اديتنا وعود قبل كده، لا طب خلاص احنا مش هنبعت اللعيبه بتاعتنا الا في الاجنده الدوليه، وقامت الدنيا وما قعدتش. خالد فطوط على احمد جمالات على كل الهزازين دول ابتدوا ينتقدوا النادي الاهلي، وفين الوطنيه وفين الكرامه وفين 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 وفين، وقعدوا يسمعونا يعني مواويل وشعر في حب مصر وفي حب البلد وفي حب المنتخب. راح فين الكلام ده من الاخ احمد سوسو؟ الله اعلم. طيب احمد سوسو قال كلام كتير وكابتن سيد عبد الحفيظ رد عليه، ما تيجوا نطلع ونسمع ونشوف احمد سوسو قال ايه ورد كابتن عبد الحفيظ على احمد سوسو، وتعالوا لي مره اخرى. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخر يا حبيبي الاهلاوي واختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش دعمكم مهم، اللايك والشير بيرقوا الفيديو، فما تبخلش علينا باللايك بتاعك، اللايك بتاعك هو شكرا ان احنا واقفين وبنقدم يعني محتوى محترم، محتوى راقي، محتوى يليق بالمشاهد بتاعنا، فاللايك بتاعك هو الشكر او كلمه الشكر لينا. فما تنساش تدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفوني اول مره تخش قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. المفروض نجم كبير واشتغل مع اعظم مدربين المصريين والاجانب، كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته بالذات على المستوى. لو جينا للكابتن جوهري الله يرحمه راح كاس عالم بعد مش عارف كام سنه وراح 98 افريقيا والكلام ده كله،
منتخب مصر مثبت، منتخب مصر لازم يثبت. ليه؟ منتخب مصر لازم يثبت، ده الخبره اللي انا خدتها وقعدت معاه، خدنا 3 افريقيا 18 لعيب كلهم يعني. منتخب مصر بيروح الناس بتجيب تتجمع يومين وتلعب مباراه. التجميعه دي لازم زي ربيع كان جنبه بيخم اشوفه بعد التمرينين والماتش هو اللي يعرفهم، لا قدره تكرار الماتشات وتثبيت الفريق في منتخب مصر، وده على مستوى العالم المنتخب كله مثبت ان دلوقتي الاجنده الدوليه بتتجمع يومين. وبتيجي تحط في موقف صعب جدا في افريقيا. والليسه دي انت عامل في الماتشين مش يعني قرويه مش انت صاعد، انت خلاص اول انا صاعد وصاعد أنا فدي فرصه ان انا اشوف جاهزيه اللعيبه. اتاقلم شيء مهم. اتاقلم كان سامر حضري مثلا في السيون بيغيب مع النادي، بيجمع كل شهرين مثلا يجي الجمعه جاي من النادي الاهلي تمام، يجي محمود فتح الله جاي من الزمالك، ازاي التفاهم واللغه دي تبقى موجوده؟ واخبار حضرتك الماتشات لما تقعد شهر وتيجي تلعب تجمع وتلعب مباراه هو بيحفظوا بعض ويفضلوا مع بعض زي ما اتخيلنا طلعت افريقيا. وانا ليه برده يعني كمسؤول في الزمالك انا متضايق جدا من لعيبه الزمالك مش واخد حقها في المنتخب، وبنسبه كبيره جدا عمر جابر مثلا ما اصابع ما اتخدش مع ان الناس كلها شادت بيه، وفي انديه ثانيه بياخدوا 2 في مركز واحد، في الاخ شحاته لعب 2 صاب وده شيء طبعا وارد، بس طبعا ازمه عندي انا يعني سنة كم عندي ازمه ان عندي كل 4 ايام انا بعمل فريق جديد في الزمالك، عندك حسام عبد المجيد النهارده احسن مساك في مصر على بره احتياطي ما جاب النهارده ثواني لعب ثلث اللي في الدقيقه 60 انا مش عارف في الحاجات دي نفسيه. في عندك عواد واخد بقى دي دور كبير في بطوله افريقيا ماتش السوبر هو يعتبر من الناس اللي ساهمت في البطوله، النهارده موجود احتياطي في ماتشين وما خدش فرصته اغنيه تاني لعبه. كل دوت هخليني كراجل ما اشوف ماتش على الكوره هرجع لمجلس الاداره ولجنه الكوره هطلب من عدم انضمام لعيبه الزمالك ومنتخب مصر بنسبه كبيره جدا، وده حصل في انديه كتيره جدا وفي لعيبه اعتذرت عن منتخب مصر. واخد راي المدير الفني لو كان هذا الاسلوب مع لعيبه الزمالك في منتخب مصر بنسبه كبيره حقي، لعيبه محترفه عندي وبصرف عليها وعندي بطولات يعني طفوليه، خدت عائد مادي كويس بس ما كانش معايا نجومي، معايا شيكابالا وعبد الله بس عندي في المنتخب، لو كانوا معايا نجوم المنتخب كنت انا استثمرت في فرقتي وخدت عائد اعلى وعندي في توقفات اعلى، لكن انا النهارده تدخل لي لعيبتي وتهملها دي مش هسمح بيها. وعندي حقي، عندي حسام حضري مره انا كان في منتخب مصر انتر ديل اما قدم اعتذار عن منتخب مصر سنه وقعد يلعب في النادي الاهلي وما بيجيش منتخب مصر، دي حصلت كده كانت موجوده واعتذر رسمي. فلو الاسلوب ده فضل في منتخب مصر هو قرار مش قراري يعني، قرار مش على الكوره ما يجيش كل لعيب المنتخب اقعد اتكلم معاه، فهدي مذكره انا لجنه الكوره وجوميز انا مش هدخل لعيب منتخب الزمالك مش منتخب مصر، لان اللي انا شايفه في الطريق اللي اتعمل فيه حسام عبد المجيد النهارده دور كبير جدا وقعد احتياطي معاه مع احترامي الناس اللي في الملعب وتقديري ليهم كلهم، وحارس المرمى بتاعي قاعد احتياطي وكان المفروض ان هو من احسن الحراس ويعتبر ماشي راس براس مع احسن حارس في مصر، لكن النهارده ولا بيلعب ماتش الاولاني ولا بيلعب ماتش الثاني واثنين تانيين بيتواجدوا. فالموضوع لو هيفضل بكده هقدم اقتراح للجنه الكوره في نادي الزمالك واقدم اقتراح للمدير الفني، لو كده كده انا هحافظ بلاعيبتي ومنتخب مصر عنده في ناس محترفين ما بيقدرش يجوا تمام، حقي ان انا كراجل احافظ على لعيبتي والمشاكل الفنيه اللي بشوفها منهم. محمد شحاته النهارده خسروا 7 اسابيع ولا 8 اسابيع، وانا راجل النهارده محمد شحاته من اللعيبه الاساسيه بالنسبه لي. خلصت لعيبتي والمشاكل الفنيه اللي بشوفها منهم، محمد شحاته النهارده خسروا 7 اسابيع ولا 8 اسابيع، وانا راجل النهارده محمد شحاته من اللعيبه الاساسيه بالنسبه لي. خلصت يا كابتن؟ خلصت. طيب هو حضرتك كنت تقدر تقول كده ايام كابتن حسن شحاته؟ حصل. طيب كابتن حسن شحاته انت تشكيلته الاساسيه 7-8 لعيبه من النادي الاهلي. ما تقولش انا انت عملت الاهلي والزمالك ليه؟ ما هو انت انا بتكلم على لعيبه الزمالك اللي انت بتتكلم عليها. انا عندي كان عصام الحضري، وائل الجمعه، احمد فتحي، حسن مصطفى، محمد شوقي، عماد متعب، ابو تريكه، سيد معوض، كل دول كانوا اهلي، بركات كان اهلي، يعني الكابتن حسن شحاته اللي هو يعني المفروض يعني زملكاوي بس هو كان مدير فني منتخب مصر. هو ساعتها الزمالك كان بيلعب مين؟ كان عمرو زكي، ميدو، بس انا هو بيلعب في اول سنه انت البدايه قلت لي تثبيت الفريق، فريق منتخب مصر كان مثبت. أيوة. ايام حسن شحاته انا بقول لك اقول لك الفرق من دلوقتي 3 بطولات 2006 و2008 و2010 مين واللي خسر القرارات؟ هم 16 لعيب. بس كلامك مفاجاه بالنسبه لي. لا مش مفاجاه بالنسبه لي، مش مفاجاه. لو كنت الحضري انا كنت ممرنه ايام طرد ما ارتاحش، كان معايا نادر السيد وكان معايا عصام وكان معايا عبد الواحد السيد، بنعمل تقسيمه قبل الماتش كان عصام بيلعب ماتشات، نادر السيد وقف التقسيمه وعبد الواحد بيعمل التقسيمه، عصام الحضري زعل خرج قال لك انا معتذر عن منتخب مصر لمده، معتذر عن منتخب مصر واخد بالك حضرتك، ولا تعاقب ولا اي حاجه، وفضل في نادي الزمالك في نادي الاهلي سنه ما بيجيش منتخب مصر، وبيلعب ماتشات الدوري مع الاهلي وبيلعب ماتشات افريقيا مع الاهلي، وفي لعيبه محترفه بتعتذر عن منتخب مصر، لكن اللي حدث النهارده مع لعيبه الزمالك مش عاديين. اللي اداره الزمالك كلام الكوره عايز في الموضوع ده، انا لسه بقول لك هعرض، انا لسه هعرض لسه حاجه هعرض. طبعا الماتش لسه خلص من شويه. ايوه حسام عبد المجيد لعب ناصر لعب تلت ساعه ونصر مال، بس هو نصر مال لعب الماتش اللي فات لعب الماتش ده واخد بالك حضرتك، فعنده عواد ما يلعبش ليه عواد؟ ليه اقول لي انت النهارده بنات بقى بتحرق ايه عواد ليه ما يلعبش؟ راجل واخد بطوله افريقيا واخد بطولتين قاريه ما يلعبش ليه؟ عمر جابر ما تاخدش ليه؟ انت واخد من انديه ثانيه 2 في مركز واحد. لو كان كده خلاص خلي اللي انت شايفه صح ينفع خليه. طيب ايه رايك يا كابتن سيد؟ طيب ماشي، انا سبت كابتن احمد يتكلم طبعا، لكن طبعا انا اختلف معاه في كل حرف مش في كل اللي بيقوله، اختلف معاه وده اختلاف طبيعي جدا. اولا احنا في فرق شاسع ما بين اعتذار الافراد واعتذار مؤسسات. اما لعيب عند الزمالك مثلا زيزو انا اعتذرت دوليا، انت حر في قرارك، انت حر في شخصك، لكن المؤسسه والنادي
نحققها ابدا 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 انها تمنع لعيبه غير في الاجنده الدوليه في ظل اللوائح والقوانين، لكن في اجنده دوليه هتمنع دي ما حصلتش قبل كده. لعيبه محترفه ما جاش في اجنده دوليه. بس بص انت من اول يوم طبعا لا اداره فريق ما تمش اختيارك انت من اول يوم كاداره فريق في لعيبه دوليين ما جوش. عشان اكمل الفكره بس عشان اكمل الفكره سيبني بس اكمل. انا سايبك والله انا سايبك. ففي فرق شاسع ما بين اعتذار المؤسسات واعتذار الافراد. عثمان الحضر لما يعتذر ان هو مش هيجي المنتخب زي عبد الله سعيد معتزل دوليا تمام؟ ركز معايا عبد الله سعيد. معاك والله معاك. ان عبد الله سعيد مثلا اعتزل دوليا هو حر هو شخصه. اثنين الاثنين من حته واحده يعني لو حضرتك بتقصد عواقب تقصد شناوي و ما قلتلوش على ان انت انا بتكلم على لعيبتنا هم الاثنين في مركز واحد. على لا حضرتك الاثنين في مركز واحد في مركز واحد. هو اشتغل شويه عمر كمال واسمه ايه ده؟ مين تاني؟ توفيق مش كانوا الاثنين موجودين؟ لا اطول توفيق ما كانش موجود. ما كانش موجود. فلو اثنين تقصد شوبير والشناوي اصلا عواد ما لعبش غير ثلاث ماتشات اللي فاتت احنا مش عارفين على بعض. عواد اصلا ما كانش هيلعب من بدايه الموسم ده اللي بدا الموسم محمد صبحي. يعني انت هتقيم عواد ان هو عمل يعني صبحي ما لعبش كمل بس يا كابتن ازاي بس مين كابتن صبحي ازاي كابتن بس صبحي لعب بشوط تاني ازاي بس شورت لعب شوط تاني مين عواد لعب يعني اخر ثلاث ده لعب بالصدفه يا سيدي ده لعب بالصدفه ده لعب بالصدفه الافريقي ده لكن انا في حاجه اسمها جول بالصدفه يا كابتن لعب يا كابتن يعني شمر بيريح ولعب زي يا جماعه كمل بس ما انا صبحي لعب زمالك الزمالك مره كابتن بس اكمل الفكره لا ما حضرتك ست بلادي كمل في الموضوع انا اكمل الفكره بصني انا دلوقتي اكمل هتقول خليه يكمل صبحي لعب ماتش الشوط التاني رايح جاي اذا انت بدات الموسم بصبحي عواد ما كانش في الصوره خالص في ماتش السوبر الافريقي اتصاب او اتقال لنا انه اتصاب الله اعلم كان يعني بس اتقال لنا انه هنصفى احنا صدقنا مفيش مشكله لعب عواد لو انت بتقيم عواد في الثلاث ماتشات دول ده شوبير النهارده ما رضاش ان هو احسن جول في افريقيا بالظبط في الاول احسن لاعب احسن حاجه محمد الشناوي احسن جول في افريقيا ليه انت مواجهه اكمل بس دي ممكن تكون فيها مواجهه احسن جول في افريقيا انا شفت انا كمل ما شفتش مصطفى شوبير اللي عمل عشان يكون احسن جول في افريقيا ازاي بس حضرتك ما شفتش افريقيا شافت حضرتك ما شفتش مصطفى عمل شغل كان مجله عملت مجله مصريه بس مجله مصريه كابتن مهيب بس اسمه ايه اتفضل هحكي لحضرتك موقف انا منتخب مصر كابتن مهيب بس كمل فكره بس كابتن حضرتك قول لي طب خليه يخلص بس يرد كلامه في الجزئيه دي فواحد مرشح انه يكون احسن جول في افريقيا اوكي وواحد ما بداش الموسم اصلا لعب ثلاث ماتشات وعلى فكره مش عايز اقول اكسفه حقه يعني هو عمل الثلاث ماتشات كويسه لكن انت لو بتقيس بقى على نسبه كبيره انا قلت لك على امام عاشور امام عاشور هو احسن 8 في مصر في الوقت الحالي حقيقي قبل ما يكون هو الخسران قبل ما يكون احسن 8 في مصر بل بالعكس كمان ممكن يبقى في افريقيا ومع ذلك قلت لك لا المدير الفني هو حقه اوكي يعني كابتن حسن شحاته لما اختار سوري عصام الحضري ان هو يلعب وكانت على رغبه الاهلي خالص هتكلم معاه خالص على غير رغبة الاهلي خالص أيوة. اوكي حاجه ثانيه مثلا لو احنا المساحه اللي فينا تسمح طبعا انا اشوف ان حضرتك هتعرض ده على مجلس اداره يعني انت بتعمل حاجه في الاعلان قبل ما تعرض على مجلس اداره تقول مجلس اداره بكره قال لك لا انت دي طريقتك بتاعتك زعلانه مني انا اعرضها بطريقه اللي انا شايفها ايوه ماشي الموضوع لازم يوصل للاعلام الموضوع صار للاعلام الاعلام جزء من أوكي. صوت القرارات ولازم اوضح الكلام افرض مجلس اداره مش موافق افرض الكوره مش موافق خلاص انا بقول رايي تمام الحاجه الاخيره بس اللي عايز اتكلم فيها حاجه اتكلم فيها احنا في اهلا بحضراتكم مره تانية. سمعنا كابتن احمد سوسو وهو بيتحدى منتخب مصر وبيملي شروطه على حسام حسن انت تاخد مين وما تاخدش مين وتلعب بمين وما تلعبش بمين لدرجه ان مهيب قال له انت كنت تقبل الكلام دوت لما كنت في المنتخب قال له حصلت الحضري اعتذر. في فرق بين اعتذار وان نادي يفرض رايه على المنتخب ويقول له لعبت مش هتروح لك. لا لو انت فعلا عندك الجراءه وعندك الشجاعه خلي لعيبتك ما تروحش منتخب مصر وخلي الكابتن حسام حسن ياخد اللعيبه بتاعه النادي الاهلي وبعض الانديه الاخرى والمحترفين وشوف المنتخب هيبقى شكله ايه. يا راجل ده دونجا بتاعك هو اللي لبسنا في ضربه الجزاء صحيحه بقى مش صحيحه بس هو اللي لبسنا في ضربه الجزاء لولا هو ما كانش لبسنا في ضربه جزاء. ثم لاعبي نادي الزمالك حرفيا فاضيين عباره عن هوا. زيزو واخد سوكسي واخد بروباجندا واخد في المنتخب ما بيعملش حاجه بالرغم ان زيزو ممكن يبقى ايه مع نادي الزمالك يضرب غطس هنا ياخد فاول هنا ياخد ضربه جزاء والدنيا ماشيه بيس عشان عارفين احنا الحكام بتوع الاحتواء وبروتوكول عصام هنا. لكن ان انت تملي ارائك ورايك وشروطك على حسام حسن ياخد مين وما ياخدش مين يا راجل عيب. ده انت كنت قائد في منتخب مصر او كنت حارس مرمى في يوم من الايام وكنت يعني بتدرب حراس مرمى مصر كان ينفع حد يقول لك ما توقفش الحضري ووقف نادر طب بلاش نادر ووقف الشناوي طب بلاش الشناوي ووقف محمد صبحي بتاع الاسماعيلي او بلاش محمد صبحي ووقف لاعب تاني. هل انت كنت ترضى ان حد يقول لك امشي شمال وامشي يمين؟ يا راجل لما كان مرتضى منصور بيطلع يقول كلام عليك يضايقك احنا كنا بندافع عنك. اخر مره دافعنا عنك فيها في هنا في قناتنا كان في عزاء ولاده الكابتن اشرف قاسم لما انت كنت موجود ومرتضى منصور دخل وكان معاه إيهاب الفولي وتلفظ عليك وقال عليك كلام ما يصحش يتقال
واحنا دافعنا عنك على الرغم ان انت زملكاوي، وان الراجل ده ما بيكلموش، ما بيقولش كلام وحش عليه، ما بيغلطش، ما وصمتك كان مخلي ناس كتير تدافع عنك. هل بعد ما بقيت في الكرسي وبقيت في المنصب تقمصت شخصية مرتضى منصور، وتقمصت شخصية شخص بيغازل السوشيال ميديا ويجذب بعض الزملكاوية اللي هم ايه مراهقي السوشيال ميديا؟ وعلى فكرة كلمة مراهقي ما تنطبقش على الناس اللي هم عندهم 16 و17 سنة، لا، في المراهقين عندهم 60 و70 سنة، مخهم هنا في مراهق، مراهقة كروية ومراهقة رياضية، لأن عقله عقلية الأطفال اللي بيلعبوا في الشارع. فأحمد سليمان بيغازل النوعية دي، الناس اللي هي دماغها فيستك. لكن هدى كله ويرميه كده في أقرب سلة مهملات. لكن كلامك على أحمد شوبير، على مصطفى شوبير، نكاية في أحمد شوبير. أحمد شوبير راجل كان كابتنك وكان هو رقم واحد في منتخب مصر، أنت ما كانش ليك أي وجود، أنت راجل كنت فجأة كده طلعت زي عفريت العلبة. ولكن مصطفى شوبير، مرتضى كان بيختلف مع شوبير، ولكن كان بيشيد، أي أحيانا كان بيقعد يعبط كده شوية، لكن كان بيشيد بمصطفى شوبير وبأدائه. لما يبقى في حد كويس في نادي الزمالك الناس كلها بتشاور عليه وتقول الراجل ده كويس، لكن لما أنت تغض البصر، تغض البصر تماما عن شوبير، مصطفى شوبير يعني، وتقول عليه ان هو انا مش شايف ان هو عمل ايه في افريقيا، عمل ايه في افريقيا؟ ده هو اللي كان ليه الفضل بعد ربنا في احراز النادي الاهلي لكاس افريقيا بعد اصابه الشناوي. هو في حد وقف وعمل كلين شيت في عده مباريات الا مصطفى شوبير في البطوله الاقوى من الدوره الرمضانيه المسماه بالكونفدراليه؟ ولكن تكلم الزملكاوي ليك واللي فيه يجيبوا فيك، ودول ودي عادتهم ودي عقليتهم، وبكررها وهكررها وقلتها وبقولها وهقولها، مفيش فرق ما بين عقلية زملكاوي دكتور او مهندس او سباك او ميكانيكي او بصمجي او عرباجي، تلاقي العقلية واحدة مهما اختلفت الثقافات او اختلفت درجات التعليم. نفس الزملكاوي هو هات اي زملكاوي كده حطه على الشاشة هتلاقيه بيقول كلام من هذه النوعية، مفيش فرق ما بينهم، كلهم عقلية واحدة. لكن ازاي ده بيقول كلام ويقبلوا الزملكاوية نفسهم؟ ازاي بيقول على المنتخب مش هنودي علشان وقعد عيال في احتياطي؟ طب ايه المشكله؟ انا مدير فني، اللي انا شايفه الصح هعمله، اقعد ده احتياطي، اودي ده، اجيب ده، مش بتاعتك. انت مالك؟ انت مش مالكش اي كلمه، وانت مالكش اي راي. انتقد فني ماشي، قول الكابتن حسام المفروض كان لعب فلان، كان لعب علان، كان لعب ترتان، براحتك. لكن تقول انا هخلي نادي الزمالك ما يبعتش اللعيبه بتاعته للمنتخب، يا راجل عيب، يا راجل عيب، يا راجل اختشي. انتهى الفيديو بتاعنا، اسف جدا للاطاله، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، سلام.